السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهارده هنلعب ببجي. طبعا هندخل سولو بس عشان بس ما حدش يقول لي انت مش عارف ايه. انا بلعب على ميدل ايست دايما, فعشان بس ما تستغربوش لو في بوتات, لان انا ما بلعبش سولو بلعب سكواد. ف ندخل جيم, عايزين كده يعني ايه جيم خرافي. طبعا دخلنا الجيم على طول اهو. ننزل فين؟ ننزل جورج بول, نجرب ننزل كده جورج بول, يمكن نكسب الجيم مش عارف. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك, ولو عجبك يعني لو كده وشفت الفيديوهات التانية عجبتكم برضو ما تنسوش السبسكرايب وكده, عشان يعني عايز اوصل ل400 في وقت يعني مش قليل مش كبير يعني فاهم. ما طلعتش فوق مش مشكلة, ننزل هنا 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 ننزل على عني الحاويات, ننزل الحاويات دي تبقى أحسن. تمام ننزل هنا. انا لازم انزل كده عشان انا كده بنزل متاخر قوي, يعني انا لازم انزل بطريقه ان انا بنزل بدري عشان انا دايما بنزل متاخر بعديهم اصلا. وفي قوي بقى ريديس فيرست ومش عارف ايه, بس برضو بس كلهم انسات, كلهم انسات يا ناس, كلهم انسات يا ناس. مش عارف هو ليه ما بتحملش بسرعه يعني انا مش فاهم. شوف الخرا, شوف الخرا عشان محملتش بسرعة. طب هو انا نطيت يعني انا طلعت فوق ايه؟ انا مت, انا مت. دي بي الله سلام. السلام التاني اللي كان بيضرب نار جنبنا ده لازم نروح. في بوكسرينج ها, لو لقيتوني سكت شوية معلش عشان انا ايه انا بنزل في مناطق بعيدة بسكت. انت عبارة حاجة بيضرب علي من هنا, حاسس ان السكور بيبقى اسرع من الدي بي شوية, بس هو الدي بي احلى, بس السكور بيبقى اسرع من الدي بي. المفروض ده ولا ايه؟ ميني ميني افتكرت. فين فين ده؟ بوت بوت فين ده؟ بوت الناس قدامي وانا مش واخد كفر. يعني لو واحد جوه الهانجر ده انا ميت خلاص, بس اهم حاجة مبقاش في حاجة. الحمد لله يعني احنا يعني ممكن ما يعني مش عارف انا برق ليه في الكلام. قول لي ازاي ما بيموتش ده؟ ده مات والله. لاج شفت اللاج؟ اكيد شفتوا اللاج, اكيد شفتوا اللاج يعني. طب ايه كده خلاص يعني الحوارات خلصت ولا ايه؟ هو اكيد لسه الحوارات ما خلصتش يعني مش عارف.
ويلكم كومباني. ايه كمبرة صح، كمبرة صح. طبعا احنا قدامنا يعني، احنا ده تحدي فقدامنا يعني، ثانية شفتوا انت شفتوه صح؟ بس اقعد اقعد كده على جنب، اقعد على جنب. تقريبا متبقي واحد، في حد ده كان معايا على مين ده؟ هو يا اما كان اي اف كي او يا اما كان مقيم على حد. مش عارف ناس تشرب العربية كده. نروح فين؟ نروح اي حتة، نروح ندخل البيت اللي هناك ده، نكمبر فيه شوية. شوف الغباء، شوف الغباء، نتعلمه 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 بجد. وزر في حد ده حقيقي، ده حقيقي. لاج لاج لاج، شفت اللاج؟ ناجي تنجر 400. روح له يا احمد، كده كده قدامك جيمين ممكن تكسب جيم فيهم. راح فين؟ راح فين؟ مشي ولا ايه؟ واكيد ما بعتش. بس احنا نحزهم برضو. هو ازاي متبقي 51 على البتاع الصغير دي؟ انا عندي فكرة. ايه ممكن تكسبني الجيم؟ بس هيبقى فيها كمبرة. انا اقوم هروح اعمل فكرة وهتشوف.
سيبكم من البوت ده، سيبكم من البوت. تمام. هي دي الفكرة، بما ان ميليتاري في نص الزون وكل حاجة، فالكمبرة هي ايه، هي الحل يعني. كمبرة شوية ده كده فعلا، الجيم بيناديني. كان بيناديني اي شوفوا يعني المفروض الزون دي، الزون دي الصغيرة دي يبقى فيها 41. هو ايه جيم البوتات ده؟ قول 11 كيلو، قول شفته اكيد. بس اللي انا خدت الطلقة معايا يوجي تظن ان في واحد معاه يوجي وصل، اللي انا لازم اتحرك للزون. دي حاجة في حد ذاتها يعني وحشة جدا. جيب السكوب من على M4. متسألونيش ليه انا بحب العب من غير سكوب على M4، لان بحس ان M4 شغال سكوب. شفته يا جدعان، نقطة أسطورية كده. حلو، في حد قدامي. في ده افتكرت الموتوسيكل ده. باقي واحد ان شاء الله 16 كيلو. لازم اكسب. شايفه؟ انا مش شايفه.
شفتك اختفى عن نظري تاني. دير طلقة سكوبتريتا تقريبا بره الزون تقريبا. جي 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 من اول مره ابلعكم 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 يا سيرفر، والله لا ابلعكم. 16 كيل. هش هش محدش يتكلم. 16 كيل قلت لكم هعملها من اول جيم. بص بص معايا ايه يا عيني، بيروح معاه الدي بي وما بيضربش بيه، ده حمار وده مش بوت. ده بس عارفين ده مش بوت. تمام، هو كان فيه بوتات كتير بس ده مش بوت. الحمد لله، اول محاوله اول محاوله الايزي كده على طول. طبعا نكون هنا خلصنا الفيديو معاكم 16 كيل. يعني انتوا يعني الحمد لله عملتها من اول مره، اول مره عملتها 16 كيل. المفروض كان التحدي كان على 3 جيم بس خلصتها من اول جيم. صراحه من كتر الفرحه مش قادر العب جيم تاني، خلاص مش قادر. بس اشوفكم في حلقه جايه، هيبقى التحدي لو جاب فيديو ده جاب دعم هيبقى التحدي.